العائدين الليل. رقم 28,260 لسنة 2014 جنايات المطرية. حكم المحكمة وبإجماع آراء أعضائها حضوريا بالأول حتى الخامس ومن السابع حتى الأخير وغيابيا للسادس. أولا بمعاقبة كل منهم. الأول أحمد إمام محمد السيد والعاشر محمد عيد أحمد خليل بالإعدام شرطة. العاشر محمود عيد أحمد خليل بالإعدام شرطة. ثانيا بمعاقبة كل منهم مصطفى عبد الوهاب روضي وأنور وجدي محمد إبراهيم وأحمد وجدي محمد إبراهيم وأحمد كامل محمد يوسف بالسجن المؤقت عما نصر إليه. ثانيا بمعاقبة يحيى محمد السيد محمود الكرماوي بالسجن المشدد لمدة 15 سنة عما نصر إليه. رابعا بمعاقبة كل منهم بدر البيومي شديد حسنين محمد رمضان زهير عبد الكريم عمرو فاروق صالح محمد فاروق عبد الرحمن محمد اشرف السيد ابو المجد احمد عيد احمد عبد الحميد السيد عيسى مصطفى عبد الله عبد الناصر بالسجن المشدد لمده 3 سنوات عما نسمع اليه. رابعا براءة كل منهم عبد الحميد نبوي همام